أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. أذهب معكم بداية على الهواء مباشرة لنتابع هذا المؤتمر الصحفي لوزراء البيئة لدول مصر وقبرص واليونان. الوزير القبرصي شكر الحكومة المصرية على الاستضافة وشكر صديقه الوزير خالد فهمي على عقد الاجتماع الخاص بالخبراء والاجتماع الوزاري على مدى يومين. هو أكد على أن اقتصاديات الدول الثلاث تعتمد على صحة الحياة البحرية في المتوسط، وبالتالي يجب أن يتم التركيز على رصد البحر، رصد ضغوط على البحر المتوسط وكيفية الحد من هذه الضغوط مثل الصيد الجائر أو الحوادث اللي بتحدث من بسبب الحوادث الزيت. ومن ضمن التزاماتهم كوزراء للبيئة أنهم يحموا المتوسط، وبالتالي تم الاتفاق على عدد من الإجراءات اللي جزء منها سريع لتنفيذ الحماية للمتوسط، ومن أهمها اجتماع سيتم عقده في يونيو خاص بإدارة المخلفات وبعدين في اليونان، ويتم بعديها عقد اجتماع وزاري في قبرص مع منتدى لرجال الأعمال حول إدارة المخلفات الصلبة، وذلك في شهر سبتمبر 2017 قبل القمة الرئاسية. شكرا. Yes, please. I would like to ask you what are the practical results of the discussions that you have made yesterday and today for the people of the three countries? Because also you have mentioned inside the discussion that you have had before that you need some practical things to discuss. Mm-hmm. All the people that you are involved with these environment issues. So what are the practical issues or the practical impact or the results for the people of the three countries? It's for anybody that who wants to ask. Well, thank you very much for the question. Let me say that the meeting of the ministers, of the three ministers, was able to discuss what the expert has proposed and then focus on the major issues and the low-hanging fruits. We would like to work in areas where we will have a speedy impact. And this is why we selected solid waste, we selected the wetlands and their relation to the biodiversity, we selected the oil, and the climate change. These are things that are related to the daily and economic life and the economic welfare of the three countries. Yeah. And this is where we are addressing environmental problems that are much related to the welfare and the economic development of the earth. We are not here to discuss things that are important, but we are here to discuss things that are very important and very serious, and it requires immediate action. Okay, thank you. So we have to understand that our common area, Mediterranean, and the environment, it's not a title in history. It's our common value. And common value and identity of our states means that it's together, the local health, the health of the citizens. ويستمر هذا المؤتمر مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة. وأبدأ مع حضراتكم أولى أخبار هذه النشرة، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويغو. يأتي اللقاء في إطار المشاورات المصرية الروسية من خلال صيغة 2+2 بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين. وتبحث المشاورات عددا من القضايا الدولية والإقليمية، على رأسها الأزمة في اليمن والعراق وسوريا، علاوة على سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة. علاقات قوية جمعت مصر بروسيا تجسدت في التبادل التجاري والعسكري بين البلدين، هذا إضافة إلى زيارات كبار المسؤولين لتأتي مباحثات 2+2 التي تستضيفها القاهرة اليوم لتأكيد على محورية العلاقة. جولة جديدة من المباحثات المصرية الروسية تستضيفها القاهرة لمناقشة جدول أعمال مزدحم يبدأ بالعلاقات الثنائية، ثم ملفات سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
الاجتماع الذي سينعقد بصيغة 2+2 بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية بالبلدين سيضع الخطوط النهائية للعديد من الملفات المشتركة مثل صفقة توريد المروحيات الخاصة بالمسترال واستئناف رحلات الطيران، فضلا عن مشروع الضبعة النووي المقرر أن تموله روسيا بقرض قيمته نحو 20 مليار دولار. الجانب الروسي أعرب عن حرصه على مواصلة جميع برامج التعاون مع مصر. وزير الدفاع سيرجي شويجو ووزير الخارجية سيرجي لافروف سيعملان على حسم مجموعة كبيرة من القضايا المشتركة مع مصر، ونحن حريصون على تنفيذ جميع برامج التعاون، خاصة أن مصر تلعب دورا هاما في الشرق الأوسط. مصر أبدت اهتمامها بشراء مروحيات روسية، ونحن نجري اتصالات بهذا الشأن عبر القنوات المختصة من الجانبين. ولعل أبرز مشاهد تجسيد متانة العلاقات المصرية الروسية كانت خلال المناورات العسكرية المشتركة حماة الصداقة التي تم تنفيذها قرب مدينة الإسكندرية في شهر أكتوبر الماضي واستمرت نحو أسبوعين كاملين. أما على مستوى القضايا الإقليمية فتشترك مصر وروسيا في رؤية متقاربة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية في كل من سوريا وليبيا، وهو ما تجسد بشكل واضح في اجتماعات مجلس الأمن التي اشترك فيها مندوب القاهرة وموسكو في المطالبة بمكافحة الإرهاب كأولوية للتخلص من الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط وتسليح الجيش الليبي لمواجهة التنظيمات المتطرفة. المصالح المشتركة بين مصر وروسيا تمتد إلى العديد من المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، وتأتي اجتماعات المسؤولين في كلا البلدين لتنفيذ استراتيجيتهم لتعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب. نقلة استراتيجية في العلاقات المصرية الروسية باستضافة القاهرة مباحثات 2+2، إذ تنتهج الإدارة الروسية هذا النمط من المباحثات مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية. 5 دول فقط عقدت روسيا معها تلك المباحثات، هي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان، لتكون مصر دولة السادسة، ما يعكس أهمية مصر لدى الإدارة الروسية. في إطار التعاون القائم بين مصر وروسيا والمباحثات الرامية للتوصل إلى حلول لبعض الأزمات في المنطقة، تأتي تشاورات صيغة 2+2 لبحث وتسوية أبرز المشكلات، لا سيما الأزمات السورية والليبية واليمنية والعراقية. نمط 2+2 هي مباحثات تنتهجها الإدارة الروسية مع الدول الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى على مستوى العالم. وعقدت روسيا هذه الصيغة من المباحثات مع 5 دول على مستوى العالم، هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة واليابان، وانضمت لها مصر مؤخرا لتصبح الدولة السادسة، وهو ما رآه الكثيرون أنه نقلة استراتيجية لرؤية الإدارة الروسية لمصر. يأتي هذا بشكل خاص بعد دحر جماعة الإخوان الإرهابية من على كرسي الحكم، كان ذلك في 2013، وانخراط مصر بشكل أكبر في مكافحة الإرهاب العالمي وإطلاقها خطة للمشاريع الاقتصادية والإصلاحية عملاقة. انعقدت في مصر مباحثات مع الجانب الروسي بنفس الصيغة في نوفمبر من العام نفسه، ثم في موسكو وتحديدا في فبراير لعام 2014 ضمت وزيري الخارجية والدفاع لكلا البلدين. تشمل تلك المحادثات تنسيق المواقف حيال قضايا ذات اهتمام مشترك ومجالات التعاون الاستراتيجي، ومنها التعاون العسكري والتدريب والتبادل الاستخباراتي، بالإضافة إلى قضايا الأمن القومي وتوريد الأسلحة ومكافحة الإرهاب. كان هذا مشاهدينا إطلالة سريعة على 2+2 والعلاقات المصرية الروسية. ونزال مشاهدينا الكرام في نفس الموضوع، لكن أذهب على الهواء مباشرة إلى جامعة الدول العربية حيث مراسلة أون لايف جيرمين إبراهيم من هناك لتتابع اللقاء ما بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيد. جيرمين، أهلا بك وإليك تفاصيل.
بالفعل نتابع معكم من داخل جامعة الدول العربية اللقاء المنتظر أن يعقد بعد قليل، والذي سيجمع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بصحبة أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط لمناقشة عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبالطبع وبطبيعة الحال على رأسها الحديث عن الملف السوري. ولكن هذا لن يحدث قبل انتهاء اللقاء الذي بدأ منذ قليل، والذي يجمع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي. هذا اللقاء الذي يدور في قصر التحرير، وهو المكان المجاور لجامعة الدول العربية، وكما ذكرت بدأ منذ قليل، وسيتم يعني تناول في هذا اللقاء الذي يجمع بين وزير الخارجية المصرية ونظيره الروسية عدد من الملفات، منها سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وأيضا السياحية، وما يتعلق بعودة السياحة بعد توقفها لمدة دامت أكثر من 18 شهرا بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في مصر. أيضا من المنتظر الحديث عن عدد من تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا، يعني أيضا هذا إلى جانب ربما أيضا من المرجح أن يتم الحديث عن ما يتعلق بالمحطة النووية بمحطة الضبعة، وخاصة أن هذا المشروع سيتكلف 29 مليار دولار، من المنتظر أن يموله الجانب الروسي بأكثر من 20 مليار دولار، ومن المنتظر أيضا يتم توقيع عقود، ولكن لن يتم توقيعها ربما في هذه الزيارة. يمكن هذا اللقاء الذي يأتي في مصر في زيارة تستغرق مدة يومين، من المقرر أيضا أن يمتد على مدار هذا اليوم ليشمل لقاء يجمع بين وزير الخارجية المصرية ووزير الدفاع ونظيره الروسية، وزير الخارجية الروسية ووزير الدفاع الروسية بصيغة 2+2. هذا اللقاء الذي يعني يعتبر لا يأتي كأول مرة في مصر أو بيجمع بين الجانب الروسية والمصرية، فسبق أن تم هذا اللقاء بهذه الصيغة في يعني عام 2013 في القاهرة، وأيضا في عام 2014 في موسكو. ليأتي هذا اللقاء الثالث الذي يشير إلى تطور العلاقات بين الجانب المصري والروسي. أعود إليك محمد مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك جرمين إبراهيم، ونعود مرة أخرى بل ومرات لمتابعة كل المباحثات المنعقدة على هامش 2+2. شكرا جزيلا جرمين إبراهيم. شهدت العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا تطورا كبيرا في تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك في المجالات كافة، وأصبحت روسيا ومصر شريكتين على الصعيدين الثنائي ودولي. نرصد فيما يلي عددا من أهم زيارات المصرية الروسية منذ ثورة 30 يونيو.
مشاهدي الكرام، هذه النشرة ما يزال فيها المزيد. مكافحة الإرهاب والأزمة السورية على طاولة اللقاء الأول بين ماكرون وبوتين. دائما مرحبا بكم. يعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل بمقر هيئة الاستثمار، حيث يناقش عددا من القضايا الأمنية والاقتصادية. ومن المقرر أن يبحث المجلس كذلك ما تم تنفيذه في ملف استرداد أراضي الدولة ومتابعة توافر السلع الأساسية في الأسواق. كما يناقش مجلس النواب في أعمال جلسته العامة اليوم ملف الإرهاب بعد الحدث الذي وقع في المنيا وراح ضحيته 25 شهيدا. كما يناقش كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية. كما يناقش المجلس تقارير عدة بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر وجيبوتي والخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. ولمزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام، تنضم إلي مراسلة أون لايف سالي سالم. سالي، أهلا بك وتحياتي. تفاصيل هذه الجلسات اليوم. لك ترك، بالفعل كما أسلفت سيكون هناك مناقشة لملف الإرهاب على طاولة الجلسة العامة الخاصة بمجلس النواب اليوم، والتي من المفترض أن تبدأ في 1 ظهرا، وسيكون هناك توجيه من الدكتور علي عبد العال. وفقا للمعلومات التي وردت لنا، سيكون هناك توجيه للجنة التشريعية باستعجال هذه اللجنة لإصدار مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب. وسيكون هناك أيضا في هذا الملف طلب من النائب عفيفي كامل و19 عضوا آخرين فيما يتعلق بتحديد موعد لمناقشة عامة ستكون عن ظاهرة الإرهاب والحوادث الإرهابية التي يتعرض لها المصريين، وكذلك سيكون هناك مناقشة لخطورة هذه الظاهرة على أمن واقتصاد المجتمع سواء على الجانب المحلي والإقليمي والدولي. أيضا سيكون هناك في هذه الجلسة فور بدئها في 1 ظهرا مناقشة لعدد من التقارير الخاصة باللجان المشتركة واللجان النوعية. تبدأ هذه التقارير بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الدستورية ومجلس لجنة التعليم، وهذا فيما يتعلق بمكافحة أعمال الغش في الامتحانات والإخلال بهذه الامتحانات. سيكون هناك أيضا مناقشة لتقرير اللجنة المشتركة بين اللجنة الدستورية والتشريعية وأيضا لجنة الشؤون الاقتصادية فيما يتعلق بتعديل قانون ضرائب الدخل، وهذا القانون الذي سيكون هناك تعديل على بعض أحكامه وفقا للطلب المقدم من الحكومة. لدينا أيضا مناقشة لتقرير لجنة الموازنة والخطة فيما يتعلق بالسنة المالية 2015-2016، وهذا هو البيان الختامي لعدد من الهيئات فيما يتعلق الهيئات العامة الاقتصادية وأيضا هيئة الإنتاج الحربي وعدد من الهيئات الحكومية، البيان الختامي للسنة المالية 2015-2016. في هذا الإطار وفي هذه الأثناء تعقد عدد من اللجان النوعية، بدأت منذ 10 صباحا وتستمر حتى بدأ الجلسة العامة. أبرز هذه اللجان يمكن لجنة القوى العاملة، والتي سيكون هناك بها استطلاع واستماع لرأي عدد من المعنيين فيما يتعلق بمشروع إصدار قانون العمل. ولدينا أخيرا لجنة الصناعة. شكرا لك يا سالي. عفوا فقط لضيق الوقت، لكن هناك بالطبع مزيد من المتابعة. سالي سالم مراسلة أون لايف. شهد معرض سوبر ماركت أهلا رمضان إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، ما دفع إدارة المعرض لتخصيص حافلات لنقل زائرين إلى مكان المعرض هذا. وتواصل الشركات الغذائية المصرية تقديم العروض الترويجية وتخفيضات طوال أيام عمل معرض سوبر ماركت أهلا رمضان.
وينضم إلي على الهواء مباشرة مشاهدي الكرام مراسل أون لايف عمر نور الدين. عمر أهلا بك، يعني ما هي تفاصيل هذا الإقبال وتفاصيل الأسعار كمان إذا كان لديك بعض ذلك؟ اهلا محمد والمشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير. لعلني سابدا بمؤشرات اليوم والامس، هذا ثالث ايام الشهر الفضيل منذ ان استهل وجوده هنا وقد تقرر مد هذا المعرض لمده 7 ايام او 7 ايام. الإقبال لعله توارى قليلا عن الأربعة أيام السابقة لشهر رمضان. المؤشرات هنا تقول إن في 21 سنة الماضية لهذا المعرض أكسبو والذي انضم إليه سوبر ماركت أهلا رمضان في هذه السنة، كان الإقبال أو متوسط الإقبال 750 ألفا، لكن هذه السنة وكما صرح وزير التموين دكتور علي مصلحي قال إن الإقبال 1 مليون مواطن، وبالتالي هنالك زيادة. أيضا العارضين زادوا هذه السنة بنسبة 25%، ولهذا أيضا يعزى تواري الإقبال قليلا عن مسألة أو الأيام السابقة لشهر رمضان. لكن على أي حال هذا المد مقرر له حتى الجمعة والسبت في أقصى تقدير، وسينظر في أمر زيادة المد مرة أخرى في يوم الخميس المقبل على حسب طبعا نسبة الإقبال. أخيرا فقط دعني أشير إلى أن طيب هنشير في الخدمة إخبارية قادمة إن شاء الله. لضيق الوقت يا عمر شكرا جزيلا لك. يستقبل اليوم رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور فرنسا تلبية لدعوة ماكرون، حيث سيبحثا قضايا عدة دولية وثنائية. ومن المقرر أن تشهد المباحثات الأوضاع في سوريا، كذلك سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة. أكد المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي أن الضربات المصرية لمدينة درنة جاءت في إطار العمل المشترك بين الجيشين المصري والليبي ضد المسلحين والجماعات الإرهابية، وأشار إلى أن تلك العمليات مستمرة لاقتلاع جذور الإرهاب. إطار العمل المشترك للقوات المسلحة العربية الليبية والقوات المسلحة المصرية في دحر مواقع الإرهاب وفي تدمير قواعده ومعسكراته في سواء في ليبيا سواء في مواقع أخرى خارج الأراضي الليبية وداخل الأراضي الليبية. مدينة درنة أصبحت بؤرة إرهاب رئيسية وقاعدة انطلاق نحو مصر ونحو دول الجوار بالكامل، وبالتالي رأت القيادتين المصرية والليبية الحد من هذه القوة وقهر الإرهاب وتدمير معسكراته، وبالتالي كانت هذه العملية تأتي في إطار العمل المشترك وتمت بمتابعة دقيقة من الجانب الليبي من سيدي القائد العام سيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر، ومن جانب المصري من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر. كانت هذه الضربات قوية جدا لمعسكرات الإرهابيين، وستتواصل العمليات المشتركة بين الجيشين الليبي والمصري في لدحر الإرهاب. شكرا لكم وفي أمان الله.